التركيز على الممارسة، التركيز على كثافة الممارسة. مارس 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 مارس، تعلم 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 تعلم، حسن 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 باستمرار. هذا ما يجعل مدربنا يستطيع بإذن الله سبحانه يكون أفضل. نقسمها الدورة تدريب مدربين لتكون ورشة عمل تطبيقية لصناعة المدربين، نستخدم من خلالها التدريب المصغر كما تلاحظون الآن. الزميل يقدم عرضه والمدرب المساعد يقوم بالرصد، أيضا بقية المدربين يقوم بالرصد وتقديم تغذية راجعة.